ترأس عامل جلالة الملك على إقليم برشيد زوال يوم الخميس 20 أبريل 2017 بالمركز الاجتماعي لالا سلمى بالحي الحسن بمدينة برشيد حفل توزيع الشيكات الدعم الخاصة بتمويل مشاريع تنموية يستفيد منها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والممنوحة من طرف المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وقد عرف الحفل حضور رئيس المجلس الجماعي لبرشيد والكاتب العام للعمل ورئيس المنطقة الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية والبرلماني صابر الكياف وعدد من الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم بعض الشروحات والعروض لعامل الإقليم والوفد المرافق له حول مشروع بناء المركز الاجتماعي المندمج بحي المنظر الجميل ببرشيد بكلفة إجمالية تقدر ب6,800,000 درهم، وهو مشروع لجمعية تضامن للأعمال الاجتماعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلسين الإقليمي والجماعي لبرشيد والتعاون الوطني. اليوم تشرفنا بالزيارة ديال السيد العامل والوفد المرافق له، وكانت مناسبة اللي تم التعريف فيها بالخدمات ديال صندوق التماسك الاجتماعي خاصة في الشق ديالو المتعلق بمجال ديال الإعاقة. هذه المناسبة اللي عرفنا فيها بهذه الخدمات ديال هذا الصندوق هذه، وكانت مناسبة أيضا لتوزيع الشيكات على المستفيدين من الخدمات ديال الأنشطة المديرية للدخل، واللي كان العدد ديالهم 16 مستفيد اللي تقدموا بمشاريع متعددة كالحلاقة، كالمأكولات السريعة، كالمجالات ديال بيع الهواتف النقالة. وكنطمحوا على اساس انه في المستقبل نزيدوا نكتفوا هذا العمل على مستوى المستويات الاخرى، كما عرفت هذه العمليه التعريف بالاعداد ديال الاشخاص اللي استافدوا من الخدمات ديال مركز التوجيه والمساعده الاجتماعيه في برشيد في المجال ديال توزيع المعينات التقنيه وكذلك تركيب الاجهزه التعويضيه او البديله. كنتمناو نكونوا على حسن الظن ديال هذه الفئات المستهدفه، وهذا كيزيد على اساس اننا نبذلوا مجهود اكثر فتكون الانتاجيه كثيره ونقدموا خدمات للساكنه ديال المنطقه ديال الاقليم برشيد. ومباشرة بعد انتهاء الحفل قام عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي والوفد المرافق لهم بزيارة ميدانية للوقوف على الأشغال الجارية من أجل إصلاح وتوسيع المسبح البلدي وبناء دوشات ومستودعات للملابس بالحي الحسن برشيد ليكون في مستوى التطلعات، حيث من المنتظر أن يفتح أبوابه في النصف الأخير من شهر ماي من السنة الجارية في وجه ساكنة الحي الحسني.